انا بعرف انه الوجبات السريعه بيستخدموها اكثر شيء الموظفين، بياكلوها اغلب الموظفين بيكونوا شغلهم دوام طويل ما بيقدروا يجيبوا وجبات يعملوا اكل، وبعرف انها ضاره بشكل عام، عم تعمل عندها اضرار يعني لها اضرار جانبيه. انا بعرف انها ضاره، انه دائما لما اشتريها بيحكوا لي انه خطره وهيك، بس بضلني اكلها لاني بحبها. ضار ام نافع؟ لا هو ضار على حسب يعني المعلومات المنتشره عنه بالسوق، انه بيحتوي على مواد حافظه كميه كبيره، والمواد هاي كترتها بالجسم مسرطنه. هلا انا بسمع انه هي ضاره، بس كانا يعني ما عمره صار معي شيء، يعني انه باكلها دائما يعني ما. هلا الاندومي كثير يعني ضاره اكيد، بس يعني الاجيال هون كثير بتحبها، يعني عليها تقبل كثير. بس هي ضاره تمام، بس مش كثير، اللي بكتر منها بيدمن عليها بيكون ضار عليه، بياكل مره مرتين ثلاث في الاسبوع مش مشكله. مثل ما شفنا بتعليق الاشخاص، اشخاص عن جد بتصدق انه النودلز هو صحي وبيحتوي على نسب عاليه من الكربوهيدرات، وعلى عكس هذا الشيء اشخاص كثير بتعتقد انه النودلز مش صحي، وخاصه اللي بيعد مسبقا.